احنا العرس تاعنا كل ولايه عندها تقاليد، عندها اجواء خاصه بالعرس تاعها. كما احنا عندنا بكي كانوا يديروا 4 ايام، كانوا يديروا ناس بسمانه، احنا دركا ولينا نديروا ب3 جور. يعني عندنا اليوم الاول نديو الكبش، كما احنا نقولوا انا من لا فامي تاع العريس، احنا نديو اليوم الاول الكبش للعروس، من بعد نهزوا القش تاع العروس نديوه لدار العريس، هذا اليوم الاول. من غدوه تجي العروس عندها هي كما نقولوا دي فوا الغدا ولا العشاء، تسمى مايل العريس يروحوا يتغداو عند العروس ولا يروحوا يتعشاو عند العروس. او اليوم الثالث تعكس، العروس حنا نروحوا نديو كورتاج البارود البوشكيوا. كل ولايه واش يقولوا حنا عندنا بوشكيوا، يعني كما نقولوا حنا الدربوكه ومزمار تفوت امبيونس مليحه. عندنا الفرص، عندنا البارود، نروح نجيبوا العروس من دار باباها نجيبوها لاصال ونفوتوا جورنيه منها قهوه فيها العشاء، وربي يسهل وربي يبارك المراقبه الناس كاملين ما تزوجوش. كما احنا الشاويه معروفين بالبارود، احنا كما نخرجوا العروسه من دار باباها لازم نضربوا البارود. يعني يا خرجت مرام من دار باباها يعني.